السلام عليكم ورحمة الله. ده عبارة عن أول درس في الجيومتري نودز. في فرق ما بين إن نستخدم البروسيجرال موديلنج، وفي فرق ما بين إن نستخدم الموديلنج التراديشنال التقليدي. فإن شاء الله في السلسلة هنستخدم البروسيجرال موديلنج باستخدام الجيومتري نود، وده هيوفر علينا كتير جدا، لأن احنا ممكن عن طريق نود واحدة نغير الشكل ككل، نغير تفاصيل المجسم ككل، بدل من اننا نعمل عدد دوبليكات. وطبعا في اختصاص كتير جدا هنشوفها في جيومتري نودز. تم اضافة جيومتري نودز تقريبا في 2.9، وطبعا في تحديث باستمرار. لو عايزين تتابع مع هذا الكورس يفضل تستخدم نسخة 3.6 او 3.5، ولكن اعلى من 3.5 يكون افضل، لان الجيومتري نودز بيتغير وفي تحديثات باستمرار، فعشان ما يكونش في اختلاف في اسماء النودز. عشان نضيف الجيومتري نودز في طريقتين. اول حاجة نضيف هنا جيومتري نود ونضغط نيو، ونذهب هنا الى الجيومتري نود ايتور. ممكن كنا نذهب مباشرة الى الجيومتري نودز. طبعا احنا الافضل نذهب الى التاب جيومتري نودز. لو لغينا ده كده فكان ممكن افضل نضيف جيومتري نودز عن طريق النيو، ويضاف اوتوماتيك المودفاير، ويضاف هنا الانبوت. طب لو ضفنا بيفل هيختفي الجيومتري نود، فعشان كده بنستخدم حاجة اسمها البن. معنى كده ان مهما اخترت من مودفاير هيفضل الجيومتري نود واضح وظاهر على الشاشة، مش هيختفي مهما كان اخترت اي موديفاير. طيب البساطة جيومتري نود بيعتمد على الديستريبيوشن، التوزيع، الانستنس ان نكرر اكتر من اوبجكت، على النويز. فخلينا اول شيء نضيف، عشان طبعا ده النود نفس النودز اللي موجودة في الشيدر ايتور. معنى ان في نقطة خضراء ان ده كده جيومتري او مش، بنتعامل مع المش. اول شيء هنضيفها مش تو فوليوم. هنضيف هنا مش تو فوليوم. زي ما احنا قلنا احنا بنتعامل مع الديستريبيوشن، فهنضيف ديستريبيوت بوينتس اون فوليوم. طبعا النقط ديت نقط وهمية، هي موجودة بالفعل ولكن عند 12 بوينت كلاود. هنا ده عبارة عن شيت بيظهر فيه كل التفاصيل. يعني لو ضغطت هنا ميوت وميوت فبيقول لي ان هنا عندي مثلا بوينت كلاود زيرو، ولكن عندي 24 فيرتكس والفيس 26 والإدجز 48. لو لغينا هذا فبيختلف طبعا الفيس 6 والإدجز 12. طيب هنا كده ده كده بيقول 12 بوينت كلاود. النقط دي نقط وهمية مش تظهر في الرندر، عشان تظهر في الرندر فاحنا اول شيء عملنا ديستريبيوت بوينتس ان فوليوم. عندي ده في الفراغ، الفوليوم ده يعني فراغ عندي، فبوزع النقاط في الفراغ. النقط تبقى لو عايز النقط تبقى اكتر فممكن ازود الرقم هذا. عشان النقط تظهر في الرندر بنضيف حاجة اسمها انستنت. ده كده نقط، ده كده الديستريبيوشن. الاتنين دولت معناهم مريت بمرحلة الديستريبيوشن. بعد كده الانستنس بحول النقط ديت الى مش حقيقية. ازاي احولها الى مش حقيقية؟ بضيف حاجة اسمها انستنس اون بوينتس. طيب يبقى في البداية ضفنا ديستريبيوشن نودز، بعد كده ضفنا الانستنس ايضا اختفى. وانا لازم نتوقع او اعمل حساب ان في البروسيجر الموديلنج او عن طريق الجيومتري سهل، طبيعي جدا ان انا ما الاقيش عندي التأثير الا بعد ما اضيف بعض النودز. يعني ممكن يختفي كتير جدا هصل الى هذه المرحلة. طبعا عندي هنا الانستنس فهضيف هنا مش اللي هي البريمتيف، اللي هي المش الطبيعية اللي هي الاد، مش كل الكلام ده موجود عندي هنا في البريمتيف.
لو جينا انا في المش موجودة عندي في عدد من الاوبريشن بتكلم هنا على البريمتيف. خلينا نختار ايكوسفير واوصل المش بالانستانس، فبالفعل بيظهر عندي الايكو سفيرز من غير النود، مش هتظهر، لازم اوصل بالانستانس. طبعا ميزة بقى الجيومتر نود بدل من الايكو سفير، لو ضغطت وليكن على سيلندر فبتظهر هكذا. اذا معنى الجيومتري نودز ان انا ممكن ابدل في الشكل العام عندي ببساطة شديدة جدا. خلينا نرجع للمش والبريمتيف ايكوسفير واوصل مش بالانستنس. اقول ان الريدوس عندي بوينت ون مثلا، ممكن اقل كمان يعني بوينت مثلا بوينت او فور، الدنسيتي وليكن فور، خلينا نقول 7. طيب لحد دلوقتي انا وزعت السفيرز في الشكل للمكعب، ولكن اللي انا عايز اعمله في الدرس القادم ان شاء الله ان انا اضيف نويز باتر، ان تكون السفيرز موزعة بطريقة عشوائية، وده اللي هنشوفه ان شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله. درس اليوم هنشوف ازاي نضيف الباترن لأي اوبجكت ومنه هذا الشكل. طيب احنا زي ما احنا شايفين النقاط او السفيرز موزعة على الكرة. عشان نغير المكان نضيف الباترن، فبنضيف اول حاجة set position، هي نود اسمها set position، بحيث نقدر نغير مكان الجيومتري. عندنا هنا الاوفست زي ما شايف، ممكن اغير هنا اللوكيشن. ده الكلام ده نفس الكلام اللي في ترانسفورم، فعشان اطبق نفس الترانسفورم ده فانا بغير في السيت بوزيشن. طيب زود هنا الدنسيتي اقول 12 وليكن، بوينت او 3 وليكن. طيب عشان اضيف الباترن فبضيف حاجة اسمها نويز، النويز تكتشر العادية. زي ما شايفين ده دايرة باللون الاخضر فبصها باللون الاخضر، ولكن هنا اوفست فممكن، وهنا دايموند شكل الدايموند اللي هو الجوهرة، فممكن اوصل الكالر بالاوفست مفيش مشكلة. مباشرة هينتقل هكذا، هينتقل مش طبعا الانتقال مش درجة، لكن في تغيير. فازاي اعمل ماكسيما، ازاي ازود التغيير ده؟ ففي عندي حاجة اسمها فيكتور ماس في الاتلسز، فيكتور ماس اضيف الفيكتور هنا واضيف هنا السكيل. بعد السكيل ممكن اغير طبعا السكيل وليكن 3 او 4. طيب ايه اللي حصل دلوقتي او ليه الشكل ده اتغير بقى هنا؟ اولا النويز تكشر ديت قيم صورة من بلاك اند وايت، بلاك يعني زيرو ووايت يعني واحد، فاذا الصورة او التغيير هيبقى عندي هنا من اول زيرو لواحد في هذا الاتجاه. عشان اغير اسنت ارجع الكلام ده للسنتر، فاضيف تاني فيكتور ماس، ولكن المرة دي هيكون اد، وهغير هنا القيم ديت اقول نيجاتيف ون، خلينا نقول نيجاتيف بوينت فايف، فكده رجعتهم للسنتر. منين جت النيجاتيف بوينت فايف؟ لان زي ما احنا قلنا من صفر لواحد، فلما اضيف ماينس اقلل ماينس بوينت فايف فترجع تاني للسنتر في الاكس والسنتر في الواي. والمفترض ممكن نزود ده شوية هنا كده
فترجع للسنتر فيزد كده. انا ضفت الباترن لو عايز ازود طبعا ده كده من غير هنا مش شكل منتظم، ولكن هنا باستخدام الباتر ازود السكيل فيكون التغيير اكتر زي ما احنا شايفين. خلينا نقول 5، فهنا السكيل ده اللي بيغير السكيل الباترن عندي. ده كده بالنسبة لي نود الباترن. ان شاء الله في الدرس القادم هنشوف ازاي نعمل انيميشن، ازاي نتعامل مع الانيميشن. اول شيء هضيف هنا السلايدر، فممكن اجي هنا في الكورنر هيكون في عندي الماوس يتغير الى علامة الزائد، فبسحب كده الماوس واختار هنا التايم لاين كمؤشر. انا مش هضيف اي كي فريمز، ولكن زي ما احنا قلنا احنا بنتعامل مع جيومتري نودز، ف هيكون في عندي مساحة. انا هغير ايه؟ هغير النويز تكتشر. عشان اعمل النويز تكتشر ممكن كده بعمل انيميشن، ولكن انا مش عايز اغير اي شيء في السكيل، فبختار النويز تكتشر تايب انه يكون 4D. هنا بيظهر عندي سلايدر جديد هو الدبليو، ده عبارة عن التايم. في الانبوت في عندي في السين تايم، لو وصلت طبعا الدبليو ده لو غيرته كده بيحصل عندي انيميشن. فلو وصلت السكند بالدبليو وعملت بلاي في عندي انيميشن، ولكن الانيميشن اسرع من اللازم. فازاي اغير الانيميشن؟ خلينا ببساطة ايه هو السكند والفريم. انا عندي في الفريمز هنا 50، يبقى انا كده عندي في الفريم 50. لو غيرت لو وصلت الفريم للدبليو يبقى كده عندي القيمه هي 50، لكن لو وصلت السكندز يبقى 50 على الاثنين، يعني تقريبا 2.2، هي نفس قيمه الاثنين بوينت اتنين او 50 على 24، هي نفس القيمه. لما وصل عندي الفريم هنا 24، ف seconds فريم 24 50 على 24 50 على 24 50 عفوا. ولما وصل هنا seconds، فإذا ما فيش اي تغيير. انا عندي الفريم هنا 24، فاذا ما فيش اي تغيير لان هنا السكندز اتصلت بي دبليو فعلا. انا عندي هنا في الثانيه 2.0 وليكن زي ما مكتوب هنا 2.8. طيب انا عايز المطلوب في الوقت معايا انيميشن، ولكن اللي انا عايز اعمله دلوقتي اللي انا ابطئ السرعه. في الاتيلتيز في عندي الماس، هستخدم الماس، ولكن المره دي ابطئ يبقى استخدم ملتبلاي واقلل السرعه. بوينت 5 بتبقى بالنص، لو قلت بوينت 1 السرعه تقل، ولكن بنسبه بوينت 10%. عايزينها تبقى ابطا ولكن بوينت 1 او بوينت 2. هنشوف هيبقى هنا ابطا. نبدا من البدايه. طبعا ممكن اشيل بقى الجريس بنسل، اذا نسرعها شوية ممكن نخليها بوينت 1 او بوينت 05 بوينت 04. ده كده انشأنا انيميشن بسيط باستخدام الجيومتري نودز. عشان نختم اول درس معنا او اول فصل معنا في الكورس، عندنا لو لاحظنا السكيل تقريبا واحد، فعشان نغير السكيل في عندنا هنا random value، وفي عندنا scale instance، فلو وصلنا عند السكيل لو غيرنا قيمة واحدة فبنلاقي ان كله بيتغير، ولكن احنا
عايزين نغير القيم بطريقة راندوم، فنوصل ال value بالscale هكذا. هنجد فعلا بتغير. لو عايزين نغير القيمة ده 0.5، فالتأثير كالتالي، أو 2 ممكن نوصل لصفر واحد. فنجد ان فعلا القيم راندوم. هنا قيمة واحدة float وليكن 0 أو 1 لكل instance. القيمة دي بتتغير إلى scale في ال x ال y وال z، يعني قيمة واحدة بتتحول إلى vector ذات قيم. في فرق طبعا بين الراندوم والنويز. النويز دي 3D أو راندوم، قيم راندوم في 3D space، ولكن هنا قيمة راندوم لكل i دي. زي ما شفنا كل دي ال instance، فإذا القيمة بتتغير لكل اي دي على عكس النويز بيتغير في ال 3D space. فهنا في الأمثل، أمثل الحل هنا إن نستخدم ال random value بدلا من النويز تيكشر. ممكن نعمل بلاي. وده كان ختام درس اليوم، ازاي ننشئ اول انيميشن معنا في باستخدام الجيومتري نودز. السلام عليكم ورحمة الله. نستكمل دروس الجيومتري نود. المشهد اللي عندنا اللي احنا عايزين ننشئه هو عبارة عن دست بارتكل مع دوتد لاين. فاحنا هنسمي ده كده اللي احنا انشأناه حتى الان، دست بارتكلز هنلغي من هنا البن اللي احنا، لاننا هننشئ نيو جيومتري نود غير البارتكل. فاحنا ممكن نخفي الجزء ده كده وننشئ عندنا هنا بلين. هننشئ نيو جيومتري هنسميها وليكن رين. الجيومتري التاني اللي احنا او يعني مش التاني هنشتغل عليه هو الووتر او مقطرات المطر، هي حاجة زي كده. فباختصار هننشئ كيرف لاين، هنقسمه، بعد كده هنكرره على الفيس. طيب احنا دلوقتي انشأنا جيومتري نود اسمها رين، ولكن مش موجود عندي في الشاشة. فممكن اجي هنا على الفيو واضغط فريم اول، او نختار هوم. اللي يهمني بالنسبة لي الاوتبوت، هختار عندي كيرف وهنا كيرف لاين واضغطها كذا، فبيظهر عندي كيرف لاين. ايضا اختار instance on points هيختفي هكذا. بعد كده هيكون عندي في ال instance زي ما احنا قلنا هنقسم ال curve line الى spheres. فممكن نختار من هنا icosphere ونضغط هكذا، او نوصل المش بالانستنس. عندي هنا 2، فممكن اقل شوية السايز هكذا 0.1. طيب ممتاز جدا. طيب ولكن احنا عندنا نقطتين بس عايزين نزودهم. فمن عندي من هنا من الكيرف ايضا في عندي ريسامبل، اعتقد في الاوبريشن ريسامبل كيرف. والكاونت ممكن هنا تقسم ل10، ممكن اخلي 15 أو 16، وقلل هنا ده كده 0.03 أو 0.1. طيب ده كلام سليم جدا. اذا لنا من 4 نودز فقط حصلت على الكيرف التالي. ان شاء الله. طيب احنا عندنا اصلا الشكل عندنا بلين، وعايزين نكرر الجزء ده. فهنضيف هنا distribute on points
عفوا، نفترض هيكون distributing points، او قبل distributing points هيكون في distribute points on faces. faces يبقى هنوصل المش والبوينتس بالبوينتس، وهنوصل الانستانس بالجيومتري. طيب ولكن الانستانس هنا هنوصل هنا الانستانس بالانستانس، ده اللي حصلنا عليه لحد هنا. كويس، خلينا نشوف ازاي نعمل انيميشن. فطبعا هنختار كالعادة set position عشان نعمل animation في اتجاه زي. وطبعا هنختار عندنا هنا لحد هنا الموضوع ماشي بسلاسة. هنختار هنا، هنضيف ال input scene time، وهنوصل ال seconds بال position. عفوا ال seconds بال offset هكذا. فهنا بيتحرك في ال 3D space. احنا عايزين لو شفنا بلاي المشهد عندي او الاوبجكت عندي، اللاينز بتتحرك في ال 3D space. احنا عايزين نحركها فقط، قطرة المطر بيتحرك في اتجاه الزد فقط. ففي عندي حاجة اسمها combine اكس واي زي، هنغير ده في الزد هكذا. وممكن نضغط او نستخدم الماس multiply negative one. خلينا نضغط بلاي. طيب هي هنا قطرة المطر من أسفل إلى أعلى، فاحنا عايزين نحركها من أعلى لأسفل. فنغير الرقم ده ماينس وان أو أي قيمة، يعني لو خليناها ماينس وان تكون، أو ماينس تو هكذا. خلينا نقول ماينس وان. لو عايزين نخليها أبطأ فممكن نعمل ماس و random value. multiply هنا في وليكن بوينت واحد، أو مثلا بوينت سيفن. وده هو المطلوب، ان قطرات المطر ما تكونش تكون ماشية بطريقة عشوائية هكذا. لو ضغطنا بلاي، طيب يبقى احنا عملنا ايه؟ استخدمنا سيت بوزيشن عشان نحرك الكيرفز، واستخدمنا الاوفست، ضفنا الاكس كومان اكس واي زي عشان يتحرك الاوبجكت في الزد فقط. بعد كده عكسنا الحركة عن طريق الماينس وان، وبعد كده غيرنا الحركة خليناها راندم عن طريق المالتبلاي وراندم فاليو. راندم فاليو عن من صفر لواحد، فلما يكون احد الكيرفز مضروب في بوينت فايف غير لما يكون مضروب في بوينت ايت غير لما يكون مضروب في بوينت ون، فكل قيمة مختلفة. ان شاء الله الدرس الجاي هنشوف ازاي، طبعا لما نغير قيمة الماكسيمم فاليو فبيكون اسرع، ولما تكون دي واحد هتكون ابطأ. فالتحكم في السرعة عن طريق الراندوم فاليو اللي هي الماكسيمم في الراندوم فاليو. الدرس القادم ان شاء الله نشوف ازاي نعمل نضيف الماتيريالز للشكل عندنا.